السلام عليكم. بسم الله. إن شاء الله هنبدأ الفيديو الخامس في الفيديوهات بتاعت البوست تنشن، وأتمنى من الناس كلها تكون شافت الفيديوهات اللي فاتت، وأتمنى يكون في تفاعل فيها، خصوصا مثلا المهندسين اللي عندهم مشروع تخرج بوست تنشن. يعني الفيديو تشيروه مع بعض، الفيديوهات دي مفيدة وهتفرق معاكم للي حابب يتعلم بجد يعني. فأتمنى يكون في تفاعل، لأن أنا بقى فعلا بتعب في الفيديوهات وبعد باخد فيها وقت، فأتمنى لأن ألاقي رد فعل للموضوع ده، كومنتات، تتفاعلوا معايا، تسألوني، يعني حتى تنتقدوني، أنا يعني أي حاجة، المهم تتفاعل. جميل جميل جدا. طيب انا اتكلم عليه بقى في الفيديو ده، وانا يعني حاسس ان في حد شاف فيديوهات على الاقل يعني، فيا ريت يا ريت يكون متابع ويكمل معايا للاخر يعني. ماشي، التيبل اوف كونتنت بتاعتنا بقى ايه؟ اول حاجه هنعمل كويك ريفيجن كده، عملنا ايه في السريع؟ ادينا الكالكوليشن نوتس، نخرجها ازاي، وبعدين reinforcement لوح الحديد و concrete dimension ولوح الكابلات اللي ناس كتير عايزاها، وازاي نقرا اللوح ونشوف الدنيا دي فيها ايه. جميل. كنت عايز اقول ايه دلوقتي، نرجع للموديل الجميل بتاعنا ونراجع في السريع احنا عملنا ايه. احنا عملنا دي اكس اف من الاوتوكاد، بعدين جينا هنا عملنا الاعمده، عملنا القمر والبلاطه والشير وول، كل ده في السريع طبعا بالايقونه الجميله دي. الوقت ما كان خدش يعني، كانش في وقت اصلا. وبعدين حطينا اللود بتاعتنا، وعملنا المش وحطينا الحديد، شبكة الحديد اللي هي دي، عملنا السبورت لاين وحطينا السبليترز بتاعتنا، حطينا الكابلات واناليسيز ثم ديزاين، وعملنا تشيكس التشيكات بتاعتنا كلها تمام. شفنا ال الالاوبل ستريسز، شفنا الديفليكشن، شفنا المومنت، شفنا الكلام ده كله. طيب الناس بقى اللي طبقت، عشان في كام مشكله واجهتهم واتسالت فيها، في نقطه مهمه في انك تحس ان في حاجه غلط. اهم حاجه تحس، لازم تشغل الاحاسيس بتاعتك. طبعا احنا في المجال الهندسي احاسيسنا كلها يعتبر ماتت خلاص. يا ريت بقى نرجع نشغلها تاني في الاحساس بالبوست تنشن، لان طبعا احنا عارفين المجال بتاعنا عامل ازاي. نرجع للموضوع، هتحس بقى باللوحه ازاي؟ مش هجيب لها ورد اكيد يعني. المهم هتعمل ايه؟ في مثلا حته ميرور النص اليمين ونص الشمال زي بعض، تيبيكال حاجه بقى مش مسيبها هنا. طب ليه؟ دي حاجة من الحاجات مثلا. طيب في ثلاث نقط هتبحث عنهم. أول نقطة، شايفين السكشن ده، الكات لوكيشن، سكشن جميل جدا بيبين الجيومتري بتاع البلاطة، دي حاجة تعرف منها بنسبة كبيرة جدا انت الجيومتري بتاعك في حاجة غلط مرسومة، هل عمود مش ماسك في البلاطة، كاميرا نازلة، حاجات من دي كلها. جميل. يبقى أول حاجة الجيومتري أنا هرجع أبص عليه كويس، أتأكد إن كل حاجة مرسومة صح، اللوكيشن بتاعها صح، كل الحاجات الجميلة دي صح. حلو ماشي. يبقى أول نقطة الجيومتري
تاني نقطة بقى اللودز، تأكد إن مفيش حاجة معمول لها دوبليكيشن كويس، تتأكد ما بدلتش لاين لود مكان اريا لود، حطيته صح، والحاجات الجميلة دي يعني. تالت نقطة ودي اللي شائعة جدا، حتة السبليترز عند الكامر، لأن ده اللي اشتغل مع اللي اشتغل على الفيديوهات وطبق في مشروعه، هيعرف اللي بتكلم فيه ده. السبليتر مهم، اتاكد ان فيش سيكشن داخل في الكاميرا، هتلاقي ارقام كبيره، هتلاقي في السبعات وخمسات حاجات عجيبه. فاول ما تلاقي حاجه انت حاسسها مش تمام، ترجع تبص على الثلاث نقط اللي قلت عليهم. الحاجه دي مهمه جدا 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 لابعد الحدود، يعني يتوقف عليها حاجات كتير. يا ريت نركز عليهم ونكتبهم، نكتبهم في فيديو، رجع يكتب وهكذا. حلو حلو قوي. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا في السريع كويك ريفيجن، عملنا ايه اللي معاها. النقطة الأخرى اللي هنتكلم فيها وهي الكالكوليشن نوتس. طيب 2009 الحالي عندي، هو في مشكلة عندي أنا في اللاب، فاحنا هنجرب مع بعض تاني. لو ظهرت المشكلة دي تاني فانت عندك حل، ولو ظهرت اصلا دي معاك فيرجن 2005 و2015 و2016 يبقى حاجة منهم معاك. بس ما نخلطش، لان انا المرة اللي في بوست كتبته على الجروب عندي ان اثناء شغلك في الموديل على 2009 ما تفتحش الموديل بفيرجن تاني، الموديل هيبوظ بعد ما تخلص شغلك خالص على 2009 وتسيف وكله قشطه وتمام. هتعمل كوبي للفايل ده تفتحه على 2015 على الاقل او 2016 عشان حته الريبورت وحته الريد هتكلم عليها دلوقتي. طيب هنجرب حته الريبورت 2009. عندك القائمه اللي على الشمال دي فيها كل الحاجات اللي انت عايزها، يعني هتعلم مثلا الحاجة وبعدين توديها للناحية التانية بالسهم ده، فاحنا محتاجين دول، محتاجين نشوف المش، محتاجين نشوف الريبارس، محتاجين نشوف الستريبس بتاعتنا، اللودنج بلان بتاعنا، الجيومتري، وكل الحاجات اللي موجودة دي. فالنوتس اللي بتطلع دي بيبقى فيها الحسابات، الالاوبل ستريسز بتاعتك كام، سبورت لاين كام، يعني حته السيفتي دي مع متغطيه في الريبورت، وشكل بقى البلانات للحاجات دي كلها، المش والحديد والستريبس والكلام ده. فانا هعمل هنا واتمنى انها تطلع، لو ما طلعتش فانا معايا الكالكوليشن نوت بتاعت مشروع التخرج بتاعي، فهنبص عليها. ايه المفروض من برنت نعمل برنت، فان شاء الله تطلع يعني. لو في ايدك حاجه كلها بس قبل ما الموديل يخلص. وممكن يعني في الاوقات دي انا مش هوقف في حاجات، في حاجات هوقف فيها، ممكن الحاجات اللي انا مش هوقف فيها دي ممكن اتكلم في مواضيع مهمة هتفيد الناس اللي هتتخرج مثلا، وممكن الناس اللي متخرجة، يعني كلنا بنتعلم من بعض والعلم ما بيقفش، ومفيش حد كبير على العلم ولا وصل لاخر مستوى في العلم. فالناس اللي تتخرج كده تبقى متفائلة إن شاء الله بإذن الله، لأنها هتقابل مطبات كتير في حياتها، وموضوع الشغل و قصص كتير. في الفيديو هنتكلم في كل توقف كده، هنحاول ناخد كلمتين كده. ماشي، واضح إنه مش هيعملها. طيب احنا هنشوف هو هيوصل معانا لاخره لايه.
نرجع للحته اللي بتقول عليها دي، انك ما تفقدش الامل. ما تفقدش الامل ايه الكلام الكبير ده؟ لما تتخرج ربنا هيكرمك، بس انت تتعب ويتعب وانت لسه ما اتخرجتش قدامك سنه مثلا. فعامه في الحياه كل ما تتعب ربنا هيديك، وما تزعلش ان حاجه راحت منك، لان ربنا هيعوضك جامد جدا. وابقى احكي قصه حياتي في الحته دي وبعدين، بس عايزين نشوف بس البتاع ده ايه وضعه. انا هوقف طب اشوف القصه دي. طب يعني هو في مشكله فعلا، بس انا عايز بس اوريكم شكل الجرافس اللي فاتت في الريبورت. هي طبعا طالعه ابيض واسود هنا، شرط غيرها من هنا، ان في مشكله عندي مش عارف ايه هي. يعني لو خدنا بالنا من اللي بيطلع، تلاقي التندنس بلان، اللودنج بلان، لان جيومتري، ايه تاني، اللايف والديد، السبورت لاين، الستريبس. هوريهالكوا في المشروع التخرج بتاعي. يعني الاسيتس تشيكس اللي هي اللون الاخضر والمسيبه ولا لا، المش الحديد بتاعي، فكل ده بيظهر. والموضوع جميل جدا في الكالكوليشن نوتس هنا، على عكس ما بتعمل في مبنى عادي ويتعبك بقى وتقعد تعيش. ف يعني خلي بالكو ان الادب سهل مش صعب، على عكس ما انتم متخيلين يعني. طيب الحته اللي انا عايز اقولها لكم، ان في الكالكوليشن نوتس دي الفايل اللي هيطلع هيبقى شكله عامل ازاي. ده اللودز لايف وديد، شكل الستريبس، شكل الكابلات، بس هنا حاجة قذرة جدا الشكل من بعيد. وباقي الأشكال بقى اللي أنا وريتها لكم، يعني في حاجات ما كنتش مالم عليها هنا في المشروع بتاعي. الحاجة المهمة بقى اللي هو بيظهرها مع الجرافات دي، عندك الأرقام دي، شايف الماكسيمم تنشن كام، الألاول كام. بس هنا كنت في الألاولز كانت مختلفة شوية، الأرقام كانت متغيرة هنا. دي عكس الكود بتاعنا اللي هو 2.87، الرقم حسب التشيكس. ما علينا يعني، سيبك من الرقم ده. المهم ان بيقول لك التنشن كام والالاول كام، وانت مسايب ولا لا. فكله سيف يعني. هتحس تشوف اللون ده كله الرمادي ده سيف، لما تلاقي حاجه اخضر فوقها يعني مفيش عليها رمادي فدي مش سيف. ده طبعا شكل المومنت بتاعنا. جميل. يبقى الريبورت ده مهم، وفي 2015 و16 سهل، والحركه اللي قلتها لكم عليها هتبقى سهله ولذيذه. في 2009 انت لو عايز تطبع الجرافات دي تبقى ألذ يعني. حلو. وممكن بقى ايه تطلع الجدول الجميل ده، التندون كام، ستراند، وطول هوم، واللايف والديد، والتوتال هيبقى ايه. وخلي بقى بالك من حاجه، من الحاجه المهمه جدا اللي مش موجوده في 2009، الريت اللي بيطلعه، الريت الويت بير متر سكوير. خلي بالنا منها، ان مشاريع كتيره بتقف على الرقم الجميل ده، كل المشاريع بتتوقف على الرقم ده اصلا. فانت لما تكون بلاطتك الجميله من 3 ل 5 فحلو قوي، فما تحاولش تزود عن كده. جميل. فالكالكوليشن نوتس امرها سهل زي ما قلت لكم، هتدوسوا على ايه لو عايزين تعملوها من 2009. بس في مشكله عندي مش عارف ليه. لو مش عايزين تعملوها في 2015 و16 الموضوع اسهل. يعني انا عايز اوريها لكم الصوره. انا اوقف اجيبها عشان ما نضيعش وقت. طيب يعني هي شكلها هنا اما تدوس عليها في 2016 كومبايلد ريبورتس، هيظهر لك دي، هتدوس فايل، تدوس كومبايلد، التانية تظهر لك في شكل الوورد اللي انت مختاره، ما يظهروا في وورد ورا بعض زي ما وريتكم في البي دي اف بتاعت مشروع التخرج بتاعي. فالموضوع سهل يعني. عظيم عظيم. نرجع لنقطتنا تاني. يبقى الكالكوليشن نوتس قلنا هتطلع ازاي، وانت هتختار كل النقط اللي انت عايزها
حسب اختيارك عايز تظهر ايه وبتظهر ازاي في منتهى السهولة، والدنيا بيس خالص. في برضه من الريبرت عشان تظبط المشاريع بتاعك، مثلا عايز الكفرز، كل ده هيظهر في الموديل، في الادب استغفر الله العظيم تظهر في الوورد لما هتيجي تعمله كالكوليشن نوتس يعني. فا عايز التايتل بتاعك يبقى ايه، بتكتب ده يظهر في الوورد لما تنقلها. ماشي طيب، يبقى خلصنا البار ده عرفنا التايتل. جرافيكال وتابيولر دي حاجات تندون توتالز، دي لما تدوس عليها هي دي اللي فيها الريد، بس في 2016 هتلاقي الريد. كل الجرافيكال وتابيولر ده عايز تطلع كل حاجه من لوحدها هتطلع لك لود كيسز كومبينيشنز. في الجرافيكال عايز البلان ريبار لودينج ديزاين، يعني اللي بيعمله الكومبايلد ريبرز هو يعني كل الحاجات اللي هنا دي بيحطها مع بعض ورا بعض. فاهمين حاجه؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين. فموضوع سهل وسلس جدا ومهم. حلو، يبقى خلصنا حتة الريبورتس دي. جميل، النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها قبل ما اخش في الحديد، احنا كده يعتبر قصتنا انتهت بحتة التصميم. كحديد بقى انا عايز بس انبه على حاجة في البانشنج عشان هنوريها دلوقتي تاني. في البانشنج خلي بالك ان كويشن البانشنج مختلفة زي ما قلت، لان التندونز داخلة فيها شوية، ان التندونز بتساعد في البانشنج على عكس البلاطات العادية. فهنجيب دلوقتي رياكشن ونخش شيت اكسل هنشوف. بس في نقطة عايز اقولها تاني، نقطة مهمة، لان الكابلات هتلاقيه في الاخر بعد ما تنفذها وبتاع تحط في اخر الكابلات دي حاجه اسمها الاند انكرج، في منطقه اسمها الاند انكرج، فدي بيتحط لها حاجه اسمها البرستنج بيم او ريبارز. ايه هي بقى الحوار ده؟ تعالى نشوف. انا عايز افتح الصور. البرستنج بيمز دي وهي مسميها برستنج دي جايه من ايه؟ يعني انفجار او حاجه، مفيش طبعا الحاجات دي. دي بتشد انت كل ستراند بال 75% من الفورس اللي قلناها. فتخيل انت مثلا عندك كابل خمسه ستراند، فكميه الكونسنتريتد فورس اللي موجوده كبيره جدا، فده زي كونفاينمنت ليها كده عشان ما يحصلش بلوى هنا، وعشان اوزع الفورس دي في المنطقه. فاهم حاجه؟ ان شاء الله تكون فاهم. ده بتتحط في اللايف والديد، ان الديد برضه هيتاثر لما تيجي تشد، وما فيش البار دي الكاميرا دي كاميرا حديد، فالديد هيتاثر طبعا. واحنا بنحط في كل الديد واللايف. انا عايز بس اوريك شكلها عشان تحسوها. ودي ليها ديزاين، وطبعا كل نوع كابل ليه التصميم بتاعه، لان خمسة غير ثلاثة غير اتنين غير اربعة غير اي كان يعني. فانت بتصممه مثلا في بلاطتك مرتين ثلاثة بس، وبتحط بقى كله. ده شكلها تاني. يبقى كانات وثلاث تسياخ مثلا حسب التصميم، فوق وتحت وفي في الجناب. حلو، هي شكلها ده هنا اوضح شوية، الشكل اللي بقول عليه كانت ايه السياخ زيهم تحت. هنتكلم عليها بعدين.
يبقى تخيلنا شكلها ايه؟ تخيلنا ايه؟ احنا شفنا شكلها ايه؟ لا بانشنج هنتكلم عليها. اهم حاجة عشان نستفيد حتة انك تشوف الواقع اللي انت بتعمله ده. ده اهم حاجة طبعا. عشان تحس ايه الناس بتتكلم فيه ده؟ ايه السراب ده؟ ايه الخطوط دي؟ يبقى احنا عرفنا شكلها وعرفنا الهدف منها ايه. تصميمها بقى هتلاقيها في الفايلات اللي انا رفعتها دي. انا بس عايز امشي فيها بسرعة جدا كحسابات، انك في حتة جنرال زون ولوكال زون، وهتلاقي التشيك بيرنج ليها. فتصميمها انا مش هتكلم فيه. تصميمها ده درسناه في المادة بتاعة البري ستريسنج. الموضوع سهل مش محتاج اضيع فيه وقت. فهتلاقيها في الفايلز دي اللي انا رفعتها على الجروب. في نقطة تانية بس عايز اتكلم فيها، ان الشكل ممكن يبقى بارلل للكابل او بربنديكولار عليه. دي مدرسة ودي مدرسة والاتنين صح، يعني بالشكل ده او الشكل ده. جميل، شايفين الشكل؟ وهتلاقي في الفايل التاني اكزامبل ليها، والدنيا سهلة وواضحة فيها يعني مش مبهمة. فلو حابب تعرف هي بتتصمم ازاي هتفتح الفايلات دي واقراها. موضوع سهل جدا يعني، ايكويشن عبيطة جدا جدا اتعوض فيها وتطلع الحديد بس. هتتشيك اللوكال والجنرال والبيرنج وبس كده. عايز برضو تشوف ايكويشن البانشنج بتاعت التندونز مخصوص في المثال المحلول، فهتلاقيها هنا تفاصيلها. فاللي حابب يتغوط في الموضوع ده يخش يشوف يتعمق في الموضوع ده عشان ما اسمعش يفهم الكلمة غلط. حلو حلو قوي. يبقى نقطة الكاميرا دي خلصنا منها، شكلها الجميل سواء بربنديكولار او بارل. دي بول ستريب بس عشان ممكن نوقف ونشد منها، هنشوف الكلام ده برضو بعدين. حلو قوي. رينفورسمنت الحديد، ماشي. الحديد بتاعي حطينا المش بتاعتنا اصلا اللي هي 3 في 10، والادب طلع لي الحديد الاضافي اللي انا عايزه بس انا مسحته، بس انا هحطه تاني يعني قشطه. الادب بتطلع لي الحديد ده. في اماكن ممكن ما يطلعش فيها حديد فانا هضيف فيها حديد، في اماكن تلقائيه الحته دي والحته دي ما فيهاش كابلات فبالتالي هحط فيها حديد. هو مشكورا ربنا يبارك له حاطط لنا الحديد ده. في اماكن طبيعي عايزه حديد، مثلا في حاجه زي كده حته كانتليفر كده صغيره. يعني حسب. جميل. فانا هنخش على لوحه حديد معموله عشان ما نضيعش وقت في الحديد والكونكريت دايمنشن. لوحه الحديد اللي معموله دي هتحط عليها المش الأساسية بتاعتك اللي هي 3 في 10 بوتوم وتوب. جميل. هتحط الحديد اللي في الأماكن اللي الأدب تقول لك عليها. الأدب بيقول الأماكن دي طول السيخ والفاي بتاعه وإيه كمان؟ الفاي بتاعه والعدد. فالدنيا سهلة. حديد انت هتحط يعني الحديد دايما اللي يبقى راح في رينج 10 12 الفاي بتاعه يعني. حديد بقى بط السلم ده انت ما بتتصمم بقى مع نفسها. حلو. في اضافي بقى بيتحط عند الاعمدة باي ديفولت يعني، يعني ممكن الادوات ما يطلعوش بس احنا هنا بنحط الحديد ده لامور تنفيذية اكتر وأمان أكتر يعني. حتة الإضافة عند الأعمدة ولو عندنا دروب بانل والكلام ده. فهيبقى الإضافة بتاعي دي مدارس بقى. في ناس تقول لك أنا هحط هوزع مثلا في 12 كله 300
والطول بتاعي طول السيخ مثلا 3 متر اوزعه في مسافة 4 متر. لا في ناس تقول لك لا انا احط 5 اسياخ او 4 اسياخ ايا كان بالعدد فوق العمود، ومسافة بينهم مثلا 300 150. فدي مدارس، حتة الحديد اللي انت بتحطه من عندك ده دي مدارس فين. لو قلنا الحديد اماكن حديد كده اللي هتحطها حتة مفيهاش كابلات، هتوزعه توب بوتوم، كل اتجاه ليه الليجند بتاعه ومسافة التوزيع. حتة البانشنج اللي عايز اتكلم فيها حاجة، الحتة دي مهمة. بس قبل حتة البانشنج، في ما اعتقدش في مشكلة دلوقتي في الحديد خالص. عرفنا هنحط الشبكة ونحط الإضافة فين، وعند الأعمدة لازم هنحط حديد. ماشي 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 تمام. حديد البانشنج، لو الموضوع عايز بانشنج يعني هنا في الموديل بتاعنا، فاكرين البانشنج بتاعنا كان فين؟ هنا كان عايز حديد، هنا عايز حديد 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 حديد. طيب مش ممكن اصلا الكلام ده يبقى مش محتاجه سيف، فانا هعمل ايه كتجربة؟ هناخد الرياكشن بتاع عمود ونروح ندي شيت اكسل ونشوف الكلام. ده موديل زعل مننا اهو يا مسهل. الحمد لله. عايزك كده تقعد كده تتفرج وانت مركز ومبسوط، عشان الموضوع لذيذ وجميل لو عايز تتعلم فعلا. فما خد الموضوع فور فان يعني، ما تاخدوش على اعصابك يعني، احنا كلنا بنستمتع. ايه الحياة ايه غير استمتاع؟ طيب احنا عايزين ايه؟ كولوم فورسز. طيب ابر ولا لور؟ ابر ولا لور؟ طبعا احنا عايزين لور فورسز. جميل جميل جميل. كل نديك الكولومز بارقامها. ماشي احنا عايزين كولومز رقم 16، ده اللي هو زعلان منه. بس اعتقد التركيب ده مختلف. اي دي بتاعنا كولوم 16 اف زد بتاعتي 343 كيلو نيوتن. 343 كيلو نيوتن. ماشي نخش على شيت الاكسل الجميل ده. هندخل اف سي بتاعتنا، انا بس اعمله كتجربه. الالتيميت بتاعنا اللي هو 3 4 3. العمود بتاعنا هنا كام في كام؟ 400 في 1400. نظر اساسا ده شايف بس حسب اللود يعني. كفر ندخله اف سي يو. عايز ادخل حاجة ضعيفة، خلي بالك ده انترنال بس ده مش انت. شوف بقى الغلطة، العمود ده ايدج الحمد لله ان سيف، عشان انا عايز بس اطلعها ان سيف. ليه؟ عشان نخش في بانشنج رينفورسمنت ونشوفها. بس هو ما عندهمش ابعاد. ها زي ما قلت ممكن اساسا اعمدة تبقى سيف والبرد وهو يطلعها عن سيف وهكذا. فانا بس انا عايز اضعفه. نقول مثلا لو هي على الابعاد اللي قبل كده عشان نخش نشوف الحديد بتاعها. ماشي يبقى احنا قلنا على الابعاد دي والسلاب سيكنس 250 انها ان سيف. لو فتحنا البانشنج ار اف تي طبقا للكود، طبقا للكود الجميل بتاعنا ده شكلها.
ايدج كولوم 3 4 3. حلو ستمية. ماشي، وقال لك ايه بقى، انا مطلع لك الشيت الجميل ده، واعتقد الشيت ده مع كل الناس، ده بتاع دكتور محمود الكاتب، لا غنى عنه طبعا. فانا الشيت ده بيطلع لك انت عايز كام برانش، والديامتر بتاع قد ايه، والمسافة بينهم قد ايه، البي نود نمبر اوف برانشز بارل تو بي، يعني مثلا ده التي وده البي، البارلل للبي اهو، لو انت عايز النمبر البارلل اللي هو ده، نمبر اوف بارلل للتي اللي هو مثلا ده. حلو، عدد الصفوف، الصفوف اللي هتتوزع عليها قد ايه. فالشيت ده حلو جدا جدا جدا، ده عشان تتشيك بيه الحديد، يعني هنا على الشكل بتاع الانترنال كولوم هو موضح لك هنا نمبر اوف رانشز ازوي، البارلل، البي تي اللي هي المسافة، المسافة دي نمبر اوف روز، الروز عدد الصفوف، ده صف اتنين، وهكذا. فالشيت ده جميل، يعني بيطلع لك حديد قد ايه، واحنا قلنا احنا بنشيك على الشيت العادي اللي ما فيهوش حته الايكويشن، يعني اللي هي مش ملهاش علاقه بالبري ستريسنج، ده يبقى سيفتي اكتر طبعا، لان احنا معتبرين اللي ما فيش تندونز في حته التشيك. حلو، طيب هرجع بقى للحديد ده اللي اتحط. الديتيلة دي غلط، الديتيلة دي غلط، لأن المفروض السياخ دي، السياخ ده يبقى هنا، وده من شفتها كده، لأنه داخلين قافشين كده على بعض. هوريكم الصورة، طبعا لما وريتلكوش الصورة وقعدت أقول لكم الكلام الوهمي ده، ما حدش هيبقى متقبل اللي أنا بحكي فيه ده، وده عامة مبدأ في أي حاجة، لازم تشوف صورة من الموقع، لازم أصلا تشتغل موقع في أي حاجة قبل ما تشتغل ديزاين. الموقع مهم جدا 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 ومفيد جدا جدا جدا، هيفيدك انت كمصمم. ماشي، يبقى حته البانشنج احنا قلنا هنجيب الفرصه هندخلها في شيت الاكسل ونتاكد، ممكن اساسا تكون سيف وممكن ما تكونش سيف، احنا شفنا نصممها ازاي، عايز تصممها بالملي من الايكويشن بتاعه البري ستريسنج، اتفضل نطلع حديد، بس الفروق يعني مش كبيرة قوي، فانت كنوع من السيفتي كمان، فبتصممها على شيت مثلا الموضوع عادي ما فيهوش بري ستريسنج، فعرفنا نطلع الحديد، كل عرفنا تقريبا نطلع كل الحديد اللي في اللوحة ده بتاعتنا ازاي واماكنها ازاي. طيب عايز افتح بس اوريكم صور من البانشنج اللي بقول عليه. ماشي، ده صورة جميلة توضح الديتيل اللي بقول عليها، شايفين قصدي ايه، السيخ اهو، كندي داخلة مع الكندي، لو فتحنا الحديد بتاعنا هنا دي مش داخلة مع دي، الصح ان هما يدخلوا، فاهمين قصدي ايه، يعني ايه كان ايه داخله مع الكندي، والسيخين دول هو واحد وداخل عليهم. اها، بالشكل الجميل ده عشان تبقى متخيل شكل العمود والبانشنج بتاعه، يعني ده ايدج كولوم اهو، شكل الحديد والبانشنج ده خارج منه، شوف الكابل هنا معدي اهو، معدي في داخل جوه، ففي في شبكة محترمة معمولة في حتة بانشنج، استحالة تأثر في الحتة دي. حلو حلو، أعتقد كده حتة الحديد احنا فهمناها وشفناها وعرفنا بتتحسب ازاي، يعني مفيش أي ايه شذا، يعني مفيش أي فرصة إنك ما تفهمش وما تتخيلش وما تشوفش، فأعتقد مفيش أجمل من كده. بس انك تطبق
وربنا يكرمك يعني. ماشي، دي صورة تانية اهو، كان داخلة معاك هنا. حلو، صورة تانية. ماشي، ده حتة البرستنج اللي كنت بقول عليها. طيب نرجع ليه اللي هو احنا تاني. يبقى اول لوحة انت بتطلع اربع لوح، اربع لوح ده لو عندك اتجاهين بوست تنشن حسب الاتجاهات. يعني احنا بنتكلم عندنا اتجاهين اكس وواي، فتطلع اربع لوح، لوحة حديد، لوحة كونكريت دايمنشنز، لوحتين للكابلات. فعرفنا الحديد الديتيلة خلاص بتاعت البانشنج شكلها عامل ازاي، حسابات البانشنج عاملة ازاي، المش بتاعتي الإضافي، الإضافي بيتحط ليه وفين، الحديد خلصناه. كونكريت دايمنشن، كونكريت دايمنشن مفيهاش أسهل منها يعني. هتخش تحط السيكنس بتاعك، حلو، تكنس البلاطة اللي انت هتشتغل بيها. هتحط القمر، جداول القمر بقى. القمر طبعا انت بتبقى عامل موديل على الايتابس او سيف او الاتنين، فده لازم تعمله اصلا الموديل عشان انت بتصمم باقي المبنى. فالقمر مفهوش مشكلة، هتصممه عليه في دقيقة وتعمل نماذج بقى ليه. يبقى جدول القمر بقى هو مثلا، وهتحط بقى الدايمنشنز، العمود ده كام في كام، المسافه دي كام، شغل كونكريت دايمنشن العادي يعني زي اللوحه العاديه. فاللوحه دي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، تحط سيكنس عندك الحمام، تحط سيكنس بتاعه، التوك بتاعك كام، وهكذا. فدي بتخلص على طول يعني ما فيهاش اي مشكله. لوحتين الحديد والكونكريت دايمنشن مفيش اسهل منهم. يبقى خلصنا الاربع نقط دول في منتهى السرعه، ما حسيناش بحاجه، وشوفنا بعينينا صور توضح وعرفنا بيتصمم ازاي. طيب يبقى ناقص بقى النقطة المهمة جدا، ازاي تقرا اللوح بتاعة البوست تنشن كابلات، وازاي انت بتخرجها من ادابت وتوصلها للشكل اللي هنشوفه. طيب انا هفتح لوحة البوست تنشن نشوف شكلها، وبعدين همسك اتجاه اقول لكم ايه الدنيا، وهنعمل منه كام نقطة كده عشان ما نضيعش وقت والامور توضح يعني. دي لوحة الشوب دروينج بتاع الكابلات، بص عايزك تبص عليها كده. وخلي بالك بس معلش من نقطة، عشان كل واحد ليه مذهب في اخراج اللوح ومدارس. عايز بس الشكل يبقى كذا، عايز البتاع مثلا الانديكيشن ده شكله عامل ازاي، كل واحد ليه دماغه. فعشان بس ده مش حاجة ثابتة يعني، تشوف دروينج ده مش ثابت. ماشي، أول حاجة هبدأ بيها أخش من بره لجوه. الكابلات دي أنت بتسميها، شوف برضه في كرايتيريا للتسمية حسب أنت عايز تعمل إيه، عايز تمشي من تحت لفوق وهكذا، من الشمال لليمين وتطلع تكمل، تمام، في اتجاه إكس وفي واي مثلا، عايز تبدأ من هنا من تحت وأنت رايح لليمين، حسب التسميات يعني حسب دماغك. هتحط طبعا المسافات، التقسيط بتاعت الكابلات، المسافات بتاعت التقسيط هتحطها، حلو. شكل اللايف اند يبقى بالشكل الجميل ده، الديد اند بالشكل ده عشان تبقى عارف دول ايه يعني. احنا كل حاجة في اللوحة دي هنقول اللي هي ايه. يبقى الليبل سهل عرفناه، المسافة بين الكابلات عرفناها، شكل اللايف، شكل الديد هيبقى عامل ازاي. هنخش بقى جوه، دي الكراسي، الخطوط دي تمثل الكراسي، كرسي 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 اللي بتشكل لي البروفايل بتاعي. يبقى الخطوط دي الكراسي، الدايرة دي يعني ايه؟
ده السيمبل بتاع عدد الاستراندات. يعني ده 2 ستراند، ده 4 ستراند، الخمسة هتلاقيها نفس دي بس انت معمول لها هاتش. فده تعرف منه الكابل ده كام ستراند، لانك وانت بتنفذ هتمسك اللوحة دي طبعا عايز تنفذها. فأول حاجة هتبص عليها، عايز هتعلم يعني خطوة التنفيذ دي هنتكلم عليها يعني بعدين، بس انا بتكلم بسرعة شديدة. اللوحة دي عايز تنفذها، فهتفهم ايه؟ هتفهم والله ناحية اللايف بتاعتي هنا، يبقى هركب الكاستم الناحية دي، الديد هعمل شكل التبصيل البصل من الناحية التانية، وفي مكنة للموضوع ده ومكنة شد للموضوع ده. عرفت الكابل ده 2 ستراند، في المكان ده هحط 2 ستراند، يعني كاستب ب2 ستراند، انكر 2 ستراند، الدكت ال 2 ستراند، فاهم؟ الكراسي بتاعتي، طبعا في نقطة عايز اتكلم فيها برضه. الكراسي دي الديفولت المسافة بين الكرسي والتاني ده مش مكتوب يبقى متر، اللي بيتكتب اللي مش متر ده، فاهم قصدي ايه؟ عيد تاني، عيد تاني. مفيش مسافة يبقى المسافة دي 1 متر، مفيش دايمنشن مكتوب. لو لقيت يبقى دي مش 1 متر، يبقى عرفنا مسافات الكراسي بتتعمل ازاي. ماشي ماشي. يبقى ايه بقى الارقام اللي موجودة؟ يبقى احنا ناقصين حتة الارقام اللي مكتوبة دي. ايه الارقام دي يا ترى؟ بس عايزك تبص بس بص كده سريعة لو عندك حاجة عشان تسألها لي. انا متوقع انك هالمرة فيديو ده بإذن الله عايز تفاعل كبير، عايز تفاعل كبير جدا، تبص وتسأل وتجرب والفيديو تشوفه مرة واتنين وتقعد تعيد في الحتة اللي مش فاهمها وتسألني، ويا ريت نقدر التعب والفيديو ننشره عشان كله يستفيد. انا بعمل الكلام ده عشان افيدك انت، انا مش مستفيد حاجة يعني. ايه بقى الارقام اللي موجودة دي؟ الارقام اللي موجودة طبعا سيبك من اللي هنا، ان معمول المفروض نعمل ابروكسيميشن يعني بعدين. الارقام دي بالملي طبعا، اللوحة دي طالعة كلها بالملي. طيب الرقم ده يقول ايه؟ ايه المية؟ ايه السبعين؟ ايه الستين؟ ايه السبعين؟ تمانين؟ ايه الكلام ده؟ ايه يا عم الطلاسم دي؟ مش فاهم حاجة. اقول لك اتقل هتفهم. ايه الاربعين؟ التلاتين؟ تلاتين ماشي يعني. سيبك من الارقام دي، احنا هنطلع احنا اللوحة بتاعتنا. الارقام دي تمثل ارتفاع الكرسي. يعني ايه تمثل ارتفاع الكرسي؟ البلاطة دي اصلا عندنا 260، بلاطة ال 260 دي اقصى ارتفاع للكرسي انا عايز احطه 200 عشان اسيب 6 سنتي. ليه انا عايز اسيب 6 سنتي؟ عشان يا معلم ال 6 سنتي دي الكرسي انت بتحطه في منهم بعد ما تحط الكرسي انت بتحط فوق الكابل، ففي سكنس الكابل موجود، وفوق السكنس الكابل ده انت في سيخ بتحطه بتاع التوب، وبعد السيخ ده انت عايز الكفر اللي تحوه الاتنين ونص مثلا يبقى موجود، فلازم هتسيب 6 سنتي. عرفت ليه؟ دي نقطة أعلى كرسي في بلاطتنا هنا. خلي بالك إن الموضوع هيختلف لو في دروبات، الدروبات قصة تانية. احنا البلاطه اللي شغالين عليها دي من غير دروب. ف ل 260 هسيب 6 سنتي للسيخ الحديد اللي هيتحط والكفر والكابل، كل دول لل6 سنتي. ماشي. الطب البوتن بقى اقل كرسي عندي هو 4 سنتي، 4 سنتي. ال4 سنتي ده لو تخيلت معايا، عايز بس ارسم ال4 سنتي، ادي الكابل بتاعي لو سيمبل، فما فيش دي البلاطة مثلا،
فهي دي الأربعة سنتي. احنا لو انت واخد بالك، احنا الكابلات بتاعتنا جوه في البروفايل هفتحها موجود 50 خمسة. طب ايه ال 10 سنتي دي راح، ال 10 مللي دي راحت فين؟ هقول لك دلوقتي، بس عايزك بس ايه تتخيل لو احنا عندنا مثلا اسبانين، ف اسبانين اهو، فده المسافة ال20، المسافة الأربعة بتاعتنا. حلو، أفتح بس الكابل ونشوف. خلاص يا عم افتح كابل وليكن اتجاه اكس. ايه 50 اهي اللي بقول عليها، واللي بقت في الكراسي 40. ليه 50 مللي او 5 سنتي؟ خلي بالك ان ال 50 دي من السنتر لاين بتاع الكابل نفسه لحد تحت البلاطه، لكن احنا في الكراسي احنا عايزين الكرسي، فال 50 دي هتبقى 40 اللي هي 4 سنتي. عرفنا ليه الفرق ده؟ عشان نحس يعني كل حاجة عايزين نفهمها، مش عايزين ايه حاجة تبقى مبهمة قدامنا. كرسي ال40 عرفنا اصله ايه، ودي كرسي المسافة من هنا، ادي الايدج بتاع البلاطة ليه الكابل، هي دي المسافة بالنسبة للطب. الطب بتاعي من هنا لهنا، من هنا لهنا، شايف ال50 دي؟ 50 دي اللي هي 60 معايا، ونفس المبدأ يعني البلاطة دي 260. لا لا، شوف شوف انا اتلخبطت ازاي. خلي بالك الكرسي من هنا لهنا، كرسي من هنا لهنا، لو انت على الوضع ده 260 نقصت منها 50 هيبقى لك 210، فال10 دي اللي هتزيد عشان توصل لل200. نفس الفكرة بالظبط من السنتر لاين الكابل. فاهم فاهم قصدي ايه؟ يعني هنا مش هتقل لهم تبقى 40، لا انت هتزيد ال10، هتبقى 60، عشان احنا الكرسي بتاعي للبوتوم، لبطن الكابل بتاعي. تخيل، متخيل، انا عارف انك متخيل، شغل بس التخيل بتاعك وركز كده وهات كوبايه الشاي. الموضوع مش صعب خالص، وموضوع تخيل وإحساس ورؤية للصور اللي أنا بنزلها والفيديوهات، هتلاقي الموضوع سلس جدا. جميل، ماشي. ده بالنسبة لأقل كرسي وأعلى كرسي. إيه بقى الأرقام التانية دي؟ الأرقام التانية دي يا باشمهندس، ماشي، هي اللي بتعملي البروفايل ده. يعني والله أنا هنا كنت 50، هتكلم بالنسبة للأرقام اللي الكابل لحد سنتر الكابل، همشي شوية أكيد هعلى، 50 ده هتبقى 60 و70 و80 وهكذا. فاهم فاهم قصدي ايه؟ يعني ده اللي بتكلم فيه. ماشي، بس هو بيتضايق من الحتة دي. هنجرب تاني نضحك عليه، ما ضحكناش عليه. ماشي، ده يعني انا بشاور، يعني مش هي خلاص مش محتاجه. ادب مصدق يزعل، يا ساتر، اشتروا بقى البرنامج بقى، مش لازم كراكات. احنا علينا حاجات مصريين. ماشي، كنت اقول ايه، من هنا لهنا المسافه هتزيد معاك البروفايل حسب البروفايل بتاعك. والنقطه دي مهمه ليه؟ عشان تحس هل الكرسي ده صح، بالسنس كده وانت في الموقع، احس في حاجه غلط. العمود اهو، فتلقائي ريجنال العمود دي اعلى كراسي، اعلى ارتفاع كراسي، فانت بقى من هنا تبقى عندك شغل السنس بتاعك، شغل السنس بتاعك. هنرجع نشغله كلنا اهو مع بعض، يلا كله شغل السنس. عمود
اهلا وسهلا يا عمود، اهلا وسهلا يا باشمهندس. ماشي، العمود اعلى ارقام فين؟ اهي في المربع ده، اعلى ارقام من هنا لهنا، هتلاقيها ايه بتقل بقى تدريجيا لحد ما توصل للميد سبان. خدين بالنا ده قصدي ايه؟ وطبعا عند الشير وول، يعني الكلام ده مفهوش كلام، شير وول اللي تلاقي البروفايل عالي مش هيلحق ينزل، واحتمال يبقى ستريت على حسب المومنت. فالارقام دي هي اللي عامله لي البروفايل بتاع الكابل. ايه يعني؟ احنا شايف الارقام مثلا، هي ده طلع تعلى تعلى، معنى كده ان الكابل واخد كيرفيتشر لفوق، يعني الكابل اهو طالع، كابل ماشي كده، ماشي ماشي كده، قل وطلع تاني. فاهم قصدي ايه؟ نقعد بقى ايه، هنسيب الفيديو ونقعد نرسم اشكال. ركز معايا، ركز معايا. طيب اعتقد احنا كده اللوحة فهمناها. بقول لكم الموضوع بسيط جدا ومش محسوس. حسيت بحاجة؟ ما حسيتش بحاجة. طيب اللوحة فهمنا الحتت اللي فيها، عيد تاني ايه؟ طب الكلام اللي مكتوب ده برضو حسب الاخراج، يعني 130 دي الكرسي الاخير، كراسي الاخير، كراسي النهايات. انا عايز احطها كده، احطها كده ماشي. خلي بالكم نقطة هنقولها دي لما نيجي نطلع من ادبت اللوحة، بس اللي حسب اللي قدامنا احنا فهمنا خلاص كل حاجة موجودة عليه، ستراندات، شكل النهايات، لايف وديد اللي مكتوب ده. طبعا دي 100 مش 130 ليه؟ لان البلاطه متهبطه 20 سنتي، فخلاص الكابل واقف في النص هنا 10. جميل جميل جميل، عرفنا الارقام دي عاليه. ايه الارقام دي بتعلى وتوطى ليه؟ رقم كبير فين والرقم الصغير فين؟ انت كمهندس تنفيذ حتى لازم اهم حاجه تكون فاهم اللوحه دي. يعني مثلا عفوا، عندك مثلا ال 200 دي اللي هي ال 20 سنتي لقيتها 50، في حين ان العالي هنا ال 50، ال 200 مكان ال 50. اعلم عليها عشان ناخد بالنا. هل يعقل يا ابني، هل يعقل ان ال 50 تبقى هنا؟ عارف معنى ان ال 50 تبقى هنا يعني ايه؟ يعني الكابل عالي هنا ونازل على واطي هنا. هل ده شكل البروفايل اصلا؟ هل ده شكل المومنت بتاعي؟ لا. يبقى تبقى فاهم، عايزك تقعد كده مع نفسك تدرس الكلام اللي انا بقوله ده في هدوء، بس تبقى معاك شاي، عشان ان احنا مهندسين بقى ايه، واسطورة الشاي والقهوة دي معروفة يعني. طيب هنخش في اخر خطوة، وهي اللي احنا نجيب الحاجة من الادب عشان نشوفها بالشكل الجميل اللي في اللوحة بتاعتنا دي. انا اعتقد كده خلاص انت كمهندس دلوقتي عرفت، صممت البلاطة، عملت الشوب درونج بتاعها، يبقى انت ايه مش محتاج حاجة تانية من الدنيا كمهندس تصميم. يعني نرجع ل فين البتاع اهو، للادبت بتاعنا تاني. طب انا عايز امسح، بس عشان ما يزعلش، عايز امسح الحديد بتاعي، مش عايز غير الكابلات اللي تبقى ظهر. ارهق تاني. طيب دلوقتي احنا عايزين نبص على القائمة الجميلة دي، بس عشان ما يزعلش الفيديو مننا ريكوردر ما يبص. طب في زرار جميل قوي، ده بيحسب لي الالونجيشن بتاعي، الاستطالة بتاعتي، فهندوس عليه، ده بيحسب بقى الفريكشن واللوسز ويطلع لي الالونجيشن يبقى كام. فده هندوس عليه مبدئيا اول خطوة. حلو حلو. طبعا انت عايز ديسبلاي، تعمل ديسبلاي لحاجة معينة على اللوحة بتاعتك، فاعمل البتاعة دي الايكون الجميلة دي، نمبر اوف ستراند ايريا عايز شيب سيستم، فالكلام ده ماشي، حاجات اخراجية. اللي هيحط لي الكراسي بقى كلها ديسبلاي تندنس شير هايت، تدوس على ديسبلاي.
نعمل راوند اب ل 10 مللي ل 1 سنتي عشان ميبقاش فيه خمسات. السبيسنج بين التشيرز متر، ماشي. اب لايت وول تشيك من الاوفست دي، هو كده كده هيعملها يعني. شايف هنا الكراسي ظهرت عندي في منتهى الجمال. ادي 200 لل 20 سنتي عند العمود. والله بص يعني عشان هو متضايق مننا. ايه يا عم الادب، تخلص بقى، ما تضايقش منه، سلسه وبالراحه كده. ها عشان احنا هو بيتلكك لنا عشان الدنيا تمشي معاك، مشروعك يخلص، شغلك يخلص، وانا عايز اخلص. ادي البروفايل الجميل، هوبا هوبا، فهمت. انا عدتها ورسمتها تاني كذا مرة. اها ادي اوطى نقطة ال40، اعلى نقطة، وليكن مثلا ده السيمبل، سيبك من الباقي، ده الزبان بتاعي، السيمبل بتاعي هو المومنت بتاعي. متشكرين يا عم، فهمنا فهمنا، وشفنا 100 مرة وعدنا 3000 مرة، صح. طيب ادي اتجاه اكس، اتجاه اكس اللونجيشن بتاعه، عدد استراندات، كراسي، مسافات، كله موجود اهو. هتعمل ايه؟ فايل اكسبورت اي مكان انت عايزه، سميه اكس اكس، اتجاه واي طبعا، مفيش اي ولا اتجاه تاني، حسب كل اتجاه طبعا ايه هتخرج. بس نفس القصة، اكسبورت واي واي. طيب يا عم الادب متشكرين. طيب احنا كده علاقتنا بالادب انتهت، احنا محتاجين حاجه من الادب تاني؟ لا، خرجنا اللوح الارقام اللي عايزينها، بكل حاجه عايزينها، صممنا، سيفنا، عملنا التشيكس بتاعتنا، ديفليكشن، بانشنج، حددنا كل حاجه. متشكرين جدا يا عم الادب. حد عايز حاجه من الادب يقول لي. عايز حاجه؟ مش عايز حاجه، ماشي. احنا عملنا بلاطة سهلة إلى حد ما، مش هقول سهلة قوي ولا هقول صعبة قوي، في حاجات كتير وبلاطاتنا بتخلص وكل يوم بنتعلم. أنا شخصيا كل يوم بتعلم جديد في شغلي، ببلاطات مختلفة، بدنيا مختلفة، في حوارات كتير، حوارات كتير قوي ما اتكلمناش فيها، بس من البلاطة اللي احنا درسناها فانت تقدر تعمل حاجات كتير قوي، وفهمت الدنيا خالص يعني. نسلك بقى التريكات بتاعت أي موضوع، الخبرة بتيجي منين؟ المهم الحاجات دي. فهنعمل دلوقتي سيف ونقول له مع السلامة يا عم الأدب، ونفتح اللوحتين اللي احنا عملناهم اكسبورت، وكل حربة هيبقى في الأدب. اللي انا هظبط السكيلينج، الألوان، الإخراج، يعني الموضوع هياخد 5 دقايق، أوريه لكم مش هطول يعني. طيب انا عايز بس اوري كام حاجه كده قبل ما نخش في اللوحه، عايز بس اوري حاجه تنفيذيا عشان تشوفها وتحسها، وبعدين هوريك بصه سريعه كده في مشروع التخرج بتاعي على جنرال نوتس اللي بتتحط، لو انت الكلام ده موجه للناس اللي عندها مشروع التخرج. فالكرسي اهو، طبعا الصف ده ما خلصش طبعا، في حاجه بتتحط هنا زي كفر كده انها بتعزل الكلام ده. ده شكل الكرسي عامة يعني، شكل البروفايل. يلا يا عم، حلوة اللوحة دي، مبينة اللي أنا عايز أقوله. البروفايل أهو طالع عند العمود، نازل طالع عند العمود، وهكذا. ده اللي عايز أقوله. الكراسي بتاعت اللي عاملة البروفايل محطوطة،
شكل النهايات احنا شفناها، هجيب لكم صورتين ليها، بس عايز في الصورة دي باين شكل البروفايل، الحتة اللي عايز اقولها، وعند العمود عالية في الميد سبان واطية. ادي حاجة تانية، الشكل اللي عند النهايات ده اللايف اهو، كاست محطوط ده حتة ديد، شكل التبصيل ده بتاعت الديد في مكنة بتعمله. لا يعني المواضيع دي كلها عايزة فيديو تاني في كتنفيذ، وايه ايه الحاجات الخراطيم دي ومين دول وايه ده، بس انا عايز اوري في مجال اللي احنا شفناه عشان نبقى متخيلين اللوحة والطبيعة. اللوحة والطبيعة، شفنا البانشنج، شكل الكبات، الكراسي اللي بتعملها، كل كرسي هنا يمشي كرسي كرسي كرسي، شكل الديد، شكل اللايف. وده اللي عايز اوريه من صورة التنفيذ، شكل الديد واللايف، عدد الستراندات تلاقيه بينحصر في ايه، يعني حتة الكفر بقول لكم عليها، هو ده الكرسي اهو، ده العازل اللي بيتحط. جميل، اشوف مثلا لو مش واخدين بالكم، كرسي يا ابني انت، ماشي شكرا، كرسي اهو، ده الكرسي، ادي رجل اهي، واحدة تانية داخلة لجوه، ده شكل الكرسي وارتفاعه. هتلاقيه داخل مثلا عند العمود شوية هنا، هتلاقي الكرسي ده بيعلى أعلى. شكل الستراندات هنا انعكس علينا ازاي، هنا ده شكل ستراند اتنين، شايفين فرق التخن ده خمسة. كاست طبعا، والانكر اللي جواها هيفرق. فاعتقد كل اللوحة الشدرونج شفناها كلها هنا على الطبيعة، ككرسي عدد ستراندات، شكل البروفايل جنين، شكل اللايف والديد. هفتح لوحة مشروع التخرج أشوف النوتس، وبعدين نرجع للاتجاهين بتوعنا. والله الجنرال النوتس بتاعتي ستامبا بحطها عادي جدا، عايز أوريك وشوية بقى كلام كده، الحقن مش عارف ايه، التنفيذ ايه، ده ستامبات يعني، انت الدكتور هيديهالك في المشروع او انت في الشغل، الكلام ده هيبقى عندك. تحط النوتس، اللود بتاعك كام، مسافة، هتحط مثلا الديفولت من الكراسي متر، وهكذا. ده اللوح، الكور والسلالم ومش عارف ايه والفاونديشن. هنا دي لوحة ايه، رينفورسمنت، ده هنا كان في دروبات، فالحديد كان ايه متوزع ازاي، 3 في 10 اللينس بتاعه في المتر، الطول بتاعه 5، مسافات التوزيع، ده اللي بتكلم فيه. طبعا الفتحة هتحط 4 اتسيخ، 5 16، 3 ايا كان، كونكريت. ده دي لوحة الحديد، والمش بتاعتك الاضافيات هتحطها فين، سيبك انت من لوحة الكابلات دي لانها كانت ماشية بكونسبت مختلف، بس ما اختلفش قوي يعني. ادي لكم لوحة كونكريت دايمنشن، سكنس التوك بتاعي بقى، الدايمنشنز، دروبات، والكلام الجميل ده. لو انت بتخرج اللوحة في اخراج طبعا احسن من كده، فيه بس طبعا لان كنت واخد 9000 مشروع، فالحمد لله يعني، ده كريتيريا تانية خالص في التنفيذ. فخدنا برضو فكرة سريعة عن شكل الاخراج، نوتس عامل ازاي هتحطها، الاسطمبة دي، والكلام ده هتلاقيه متوفر مع الدكتور اللي بيتابع معاك او في الشغل. طيب هرجع بقى للوحتين بتوعنا اللي احنا خرجناهم من الادب، اللوحة هتخرج بالشكل ده، تخرج بالشكل التاني، بالشكل ده برضه الاتجاه التاني يعني، احنا هنشتغل على اتجاه اكس. فعايز بس امسح حاجات احنا مش هنستخدمها، ماشي. عظيم، امسح هذا الحديد ده، خلاص يا عم الحديد، انت هتعمل نفسك ايه، يلا روح روح، مع السلامة، ماشي ماشي.
طيب عايز بس اعمل ايه؟ خلي بالك ان اللوحه جايه بالميتر سيلكت سيميلر، نعمل ليه ايزو؟ مش عايز ايه الكونكريت ده الاعمده والكلام ده يخش معايا في حوار، فدول بس اللي مفتوحين. طبعا احنا هدفنا ايه مش شكل الملعب، انت اساسا ممكن بالشكل ده تسلم البتاع على كده، يعني انت ممكن تسلم اللوحه بالشكل الجميل ده، مش جميل قوي يعني، بس مفيش حد بيعمل جري.